إذا تعتقد على أنه عند كمال أحمد. إذن تحية الرفيق رشيد والمداخلة دياله قيمة جدا، تحية الرفيق كمال والرفيق صلاح، لربما المداخلة دياله كانت حتى هي شيقة. طبعا أنا غادي دائما غادي نطيح لكم ديك الطيارة في الحديقة. وغادي نطيح وغادي وين بيها كاع بصدار الرواية بلا غنطيح ديك الطياره في الحديقه، وسابدا من حيث يعني انتهيت، يعني بهذيك يعني ذاك يعني انسحاب الدوله من هذاك الدور ديال المراقبه، واللي خلات الاسعار في يد هذوك يعني دوك التماسيح ولا العفاريت ال 15 او ما يسمون بالفاعلين الاقتصاديين، وعلى راسهم هذاك سميتو اخ النوش، هذاك الانتيم ديال الملك، اللي الاخطبوط اللي كيسيطر على 30% من السوق الوطني. بالاضافه لهذا سميتو، يعني في اطار هذاك يعني في هذيك الكارثه اللي حصلت ديال الخوصصه، واللي هي بدات يعني من العهد ديال اليوسفي، يعني استغلها هذا محمد السادس، بحيث كنلقاو 344 شركه مغربيه، يعني من خلال هذا خصخصه يعني القطاع العمومي، استفد منها الملك بوحده. يعني في هذاك يعني حاز هذاك ما يسمى بالسميد الهولدينغ الملكي، ولا اللي حاولوا يموهوا ويغيروه لشي اسم جديد باش يهربوا من هذيك باش يهربوا من هذيك السميد العيون ديال الراي العام، سموها المدى. إذا خصخصة القطاع العمومي استفد منها الملك من خلال يعني ذاك يعني المشروع السياسي طبعا اللي هو لا وطني، وهو يعني ذاك الخيار ديال الخصخصة، وكل هذيك يعني الخيارات النيو ليبرالية اللي يعني نفذت، يعني اللي تنفذت خلال هذيك 30 سنه اللي فاتت، اللي استفد منها الملك بوحده. وزيد زيد زيد عليها واحد 150 يعني عائله برجوازيه مقربه، يعني بشكل او يعني باخر من القصر الملكي، منهم اللي عنده منهم اللي معناه عنده سميتو حضور في الحكومه، بالاضافه يعني لاستغلال هذاك يعني ذاك ما يسمى بالاستثمار الاجنبي في البلاد، يعني بلا ما يعني ما يعود هذيك بلا ما تعود يعني هذيك الاستثمارات الاجنبيه كيستفد منها غير الملك، وسميتو الملك فقط اللي كيستفد منها. وربما الاخوان كيعرفوا ديك الطريقه ديال 51 49، المهم دائما هو كيدخل الفلوس اللي دخلات من الخارج كيدخل فيها هو بديك اللعبه ديال 51، وهذاك سميتو كيمشي يعني يعني سميتو لذاك الجيب ديالو، لا علاقه ليه يعني بداك سميتو بداك يعني كيدخل لخزينه الدوله، يعني هو ولا هو الدوله بهذيك يعني خصصت الدوله، يعني خصص الدوله كلها بمؤسساتها بدنيتها بمدخولاتها بكذا وضربها في جيبه، يعني هذا يعني بشكل مبسط وبشكل مدرج. يعني هذا الملك، او يعني بالاحرى نسميوه، انا دائما كان يعني كنعتبر بارون المافيا، لانه هو التعريف اللي كنشوفه انا هو الانسب يعني لهذه الشخصيه المفلسه سياسيا، اللي يعني كينهج ترسيخ
يعني ترسيخ لواحد يعني الشرعيه وهميه، سواء من سواء كيبنيها على الدين ولا على النسب، هذاك النسب الكاذب للرسول وهو ما عنده حتى شي علاقه لا برسول او بديك يعني بصفته يعني ذاك المصدر الاوحد الوحيد لكل الاصلاحات والمشاريع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وكل انجازات، هو الرب ديال 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 كل شيء اللي كتعرفها البلاد، يعني مع اعتبار اهميتها من عدمه، مما كي يعني كيعطي داك الانطباع بحال الا هو راه شي جرين دايزر، هذاك الفاعل الوحيد القادر على لا يعني على تصميم وتنفيذ يعني الاصلاحات، وهو يعني هذاك يعني هو داك يعني الخطاب، هو داك يعني الخطاب اللي دائما هو كيلبسها، ديما كيلبسها لشي واحد ملي كتكعد الدنيا وكتسد وكينوض الراي العام، دائما كيلبسها، لما كيلبسها يلبسها المسؤولين، شي مسؤولين حزبيين منتخبين وطنيين ولا سميتو محليين، يعني كيحملهم هذيك الاخفاقات ديالو اللي كيعرفها، اللي معناه اللي كيعرفها المغرب يعني من خلال هذا العهد ديالو، وكيخرج من باب واسع. ومن بين هاد يعني هاد الحنقازات ديال 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 الملكة الاصلاحيه، هو واحد هذاك المشروع ديال مدونه الاسره اللي عوض به القانون الأحوال الشخصية، اللي جلبت يعني معها واحد الحنقازات إعلامية ديال هاد الإعلام يعني المأجور، يعني كما سوق له عبر واحد الجلبة إعلامية رهيبة جدا، يعني في هذيك يعني العملية اللي اختفيها ربما واحد سميتو، يعني اختفيها ربما واحد سجل فيها شي انقطاعات بالنسبه للناس العاديين، بخصوص هذيك المسرحيه ديال هيئه يعني الانصاف والمصالحه، واللي كان الهدف منها يعني طي واحد الملفات، يعني ديك الملفات ديال الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان اللي ارتكبها به رسميا في حق ابناء الشعب من المختطفين ومن المنفيين ومن المعتقلين ومن الشهداء ومن الابرياء، يعني كما يعني حرص على ان يظهر دائما بمظهر البطل، يعني في هذه الخطوه يعني السينمائيه المزيفه والملغمه بالاكاذيب والتغليط، حيث لم ينصف الا القليل من المتضررين، وهم على الارجح من النخبه السياسيه، واللي كذب عليهم بواحد شويه ديال كما كنسميو حنا فتات هزيل، لا يمكن ان يعوض او معناه يجبر الضرر النفسي والصحي اللي وصل يعني لهذا سواء المعتقلين او الشهداء في المجال الاقتصادي وفي مجال يعني البنية التحتية، يعني كيشرف بنفسه على كل مشاريع، وهي طبعا دائما هي مشاريع وهمية فاشلة، يعني ما كتعود على المواطن تمشي يعني حتى تمشي نفع، يعني لا كتحسن من الدخل ديالو ولا قدرته الشرائيه، يعني بحال هذيك الطرق السياره وميناء طنجه المتوسط ومشاريع محاربه دور الصفيح وما يعني يعقبها من 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 مسرحيات اقتصاديه واستغلال وسمسره، بالاضافه الى ديك الرعايه ديالو يعني للرياضات المهرجانات الفنيه الساقطه بحال 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 الموازين، وما يخلفه ذلك من ردود افعال وانعكاسات على الاقتصاد الوطني، بالاضافه الرعايه لهذيك المناسبات الدينيه ودعم يعني الاضرحه والزوايا اللي كتساهم يعني في تكريس الجهل والتخلف، يعني هذا ما يجعلنا
يعني ندعي بأن هذا النظام ليس نظاما سياسيا، بل هو نظام إجرامي، نظام مافيا بامتياز. هناك يعني جانب آخر من الفساد لكي يتأسس عليه هذا النظام المافيوزي، بالرغم من أن يعني المافيا راه عندها واحد الأخلاقيات وهامش من الاحترام، وكما قال الرفيق رشيد مقارنة مع النظام الملكي، وانا كنتفق معه يعني في هذه النقطة، بحيث ان يعني صناعة النخب يعني هذيك النخب الجديدة يعني كيتم عبر فرز لجان وخلق هيئات ومجالس لا حصر لها، بحال معناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس الجالية المغربية في الخارج، المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، يعني يعني ديك الهيئة المركزية للنزاهة من الرشوة، المجلس الإعلامي للتربية والتعليم، يعني كلها كي يعني كيرأسوها معارضون سابقون للملكية اللي كما كنقولوا احنا اما باعوا الماتش ولا بدلوا الفيستا مقابل هذاك الريع، يعني قبلوا باش ينخرطوا في هذيك في لعبة نظام يعني لا وطني لا شرعي، وهذيك المؤسسة ديالو الوهمية والمشاركة في جريمة التآمر على الشعب المغربي، يعني اما يعني عن 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 ثقة مفرطة في النظام الملكي، وهذا بالنسبة لي أنا مستبعد، وإما عن وعي بال 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 يعني بالمشاركة في الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، وهذا يعني هذا المخطط كيهدف يعني بالأساس إلى يعني ترويض المعارضين السابقين والحاليين عبر الإغراءات بالمنازل والأجور الريعية المرتفعة على شكل رشاوة مقابل الانخراط في هذيك اللعبة ديال المافيا، كما هو الحال بالنسبة يعني لترويض زعماء القبائل والحال كذلك مع يعني مجالس يعني الشؤون الصحراوية. دائما هناك لجان ولجان 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 ولجان، وهناك لابد وهنا يعني لابد من العروج على محطات لتوضيح استراتيجية النظام الملكي او النظام المافيوزي تحديدا في الترويض والتجنيد، يعني اقصد يعني التجنيد السياسي ماشي هذاك يعني التجنيد العسكري حتى لا يفهموني البعض قطع، يعني نجح هذا يعني هذا النظام او لا نظام او النظام المافيوزي يعني في 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 تجنيد بعض المعارضين يعني الشرسين، يعني مثل الراحل يعني ادريس بن زكري اللي يعني قضى يعني زهره الشباب ديالو في السجون، وانتهى يعني انتهى يعني به المطاف 2004 رئيس الهيئه الانصاف والمصالحه اللي او الانصاف وال يعني هيئه التنازل والمطارحه كما كان اعتبرها شخصيا، وهي مسرحيه سياسيه يعني خسيسه بامتياز، يعني يعني هناك يعني اليساري بدوره اليساري السابق، ما يمكنش نسموه يساري ونسكتو، الوديع صلاح الوديع اللي لعب دور الناطق الرسمي للحزب الأصالة والمعاصرة، هذا الحزب اللي يعني تأسس يعني من قبل هذا النظام اللاوطني اللاشرعي، يعني ربما خرجت على الموضوع، ولكن ما يمكنش باش ندرسوا النظام الملكي بدون يعني من عرجوا على هذا يعني على هذه المسيرة، ويعني وعلى هذا عطيك دقيقة كبيرة لازم وعلى هذا المسار. معليش إذا كان مازال الوقت أنا من بعد ونكمل يعني من دقيقة يعني خلاص
يعني رغم انه يقدر يبان لبعض انك خرجتي على الموضوع، لكن انت راك بقيتي فصول الموضوع، لانها ايوا لا انت على اي حال، على اي في حال المداخله، تعتقد في المداخله الاولى باش بينتي انه نظام اجرام هذا ونظام مافيا، واعطيتي تصرفات يعني كيفاش باش توضح علاش انه، يعني انا اعتقد على انه واخا تدير لنا البستان باتقان لكن مقبوله من لا الناس. لا لا انا شوف، انا بالنسبه للطياره في الحديقه راهني عند، راه ما كنتزاقلش معاه. انا اول مره نناقش معك، انا فيما نبدا نناقش معك تنحيد من البستان باش ما تطيحش عليك، راه يعني شوف حتى تطيح انا وتولع. راه، انا راه راه لما تقول لي، لما تقول لي دير انشاء على الطياره، لما تقول لي دير انشاء على الحديقه، راه ما يمكنش نهضرك على الطياره. مرحبا بك، واضح مرحبا بك.